طبعا ده انجاز يعني وكلنا مبسوطين بيه، ويعني دي اول مره لمصر ان احنا نجيب ميداليه في بطوله عالم. جت قبل كده في بطولات كاس العالم بس دي اول مره في بطوله عالم، واول مره في تضيف الشاطئي. طبعا تضيف الشاطئي لسه لعبه حديثه بقى لها 3 سنين، يعني دي ثالث بطوله عالم تتلعب، والحمد لله يعني على الانجاز ده. طبعا احنا عندنا البطوله الافريقيه وفي نفس الوقت البطوله المؤهله لاولمبياد باريس القادمه ان شاء الله. دي ان شاء الله هنسافر يوم 20 الشهر ده. طبعا هناك جزئين، جزء اللي هو احنا عاوزين طبعا نعمل احسن نتائج في البطوله الافريقيه، وفي نفس الوقت ان احنا ناهل اكبر عدد مراكب لاولمبياد باريس. طبعا احنا في معسكر مفتوح من بقالنا فتره يعني، وان شاء الله احنا يعني بنلعب ان احنا ناهل على هم التاهيل لينا في 3 مراكب، ان شاء الله نحاول نتاهل في اكبر عدد منهم ان شاء الله. الميداليه برضو اللي جابها عمر والنتيجه اللي عملتها هنا ادتنا يعني الكومفورت ان احنا نقدم على استضافه بطوله العالم للتأديف الشاطئي 2025 ان شاء الله، لان اول 3 بطولات اتلعبوا كانوا في اوروبا، فالاتحاد الدولي عاوز ان البطوله تخرج عن اوروبا تتلعب في افريقيا او في اسيا او واتيفر يعني، بس الملف رايح في اتجاه مصر بقوه، وخاصه ان احنا زي ما قلت حضرتك احنا خدنا ميداليه. وطبعا بقى الناس عارفين ان احنا عندنا شواطئ بقى على البحر الابيض والبحر المتوسط، عندنا جميع الامكانيات، مع الوضع في الاعتبار ان احنا عملنا اول بطوله شاطئيه في مدينه العلمين في مهرجان العلمين الشهر اللي فات خلاص، وكانت بطوله ناجحه جدا جدا جدا. هتسالني طب تقولي طب نظمتوها ازاي انت ما عندكوش مراكب؟ لا، كان بالاتفاق مع احدى الشركات الخاصه اللي هي عندها مراكب ونظمنا البطوله دي، وكانت بطوله ناجحه جدا جدا جدا. كفاح من البدايه، لان انا زي ما شريف قال حضرتك كده ان احنا ما عندناش، الاتحاد المصري ما يملكش مراكب الكوستل اللي هي خاصه بالتأديف الشاطئي، فدي كانت معاناه اكتر. والسفر ان احنا سافرنا في مده ضيقه بمساعدات شخصيه، ان احنا نحصل على التاشيره في 4 ايام، البعثه ما تبقاش كامله لان احنا كنا مسافرين البحر الابيض وما عرفناش نسافر اليونان، فالباسبورات كانت في السفارة دي وخدنا جزء تاني. الحمد ربنا كرمنا ان احنا سافرنا والحمد لله سافرنا وشاركنا، وكانت موفقة جدا، ربنا كرمنا الحمد لله على بكل المقاييس ان عمر وهنا يجيبوا النتائج دي. كانت مفاجأة لينا ومفاجأة للاتحاد الدولي، ما كانش متوقع ان احنا نعمل كده، انه عارف ان احنا ما عندناش قوارب، لان احنا لما بنطلب منه ان احنا نروح بنروح بدري يومين كمان عشان التدريب على القوارب دي. المعاناة اللي حصلت هناك ان الويفز عليت والكونديشن بتاعت الويزر اتغيرت، فوقفوا السباقات في يوم وبعدين اجلوها ليوم تاني، فكانت تشالنج حلو لينا. والحمد لله يعني ان احنا ربنا وفقنا بعمر وهنا، عمر جاب اول ميداليه برونزيه لينا في لمصر في التأديف الشاطئي، وهنا جابت المركز الرابع. احنا بنبدا فتره الاعداد بدري شويه من بدايه الموسم، لعبنا بطوله العالم للتجديف الكلاسيك، وبعد كده كانت احنا لسه راجعين من ايطاليا من بطوله العالم التجديف الشاطئي، اخر بطوله في الموسم اللي هي بطوله افريقيا للتاهيل لاولمبياد باريس. التحضير بيبقى التمرين مرتين في اليوم، بنتمرن الساعه 6 الصبح او الساعه 5:30، وتاني تمرينه بتبقى الساعه 3 او 4 العصر. التمرين ده بيبقى طول الموسم، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل فتره اعداد في الاول، بعد كده في فتره السباقات الشده بتاعه التمرين بتقل شويه وبنحاول نعمل حاجات اقصر. فالسيزون يعتبر خلاص في نهايته، دي اخر بطوله، البطوله الجايه دي وربنا يوفق الكل ان شاء الله ومنتخب مصر يتاهل. دايما المدرب بيحاول ان هو يوصلنا للتوب فورم في اخر الموسم على البطولات، بتبقى بدايه الموسم كلها فتره اعداد، بتبقى التمارين اطول شويه، بعد كده بنيجي على فتره السباقات دي بيبدا بقى يعمل التمارين اللي هي بتسرعنا شويه وبتخلينا اسرع واقوى، فده اللي بيخلينا في اعلى فورمه ان احنا نقدر نعمل السباقات. طبعا التجديف لعبه غاليه شويه عشان المعدات بتاعتها غاليه، فهيبقى ناقصنا كبدايه معدات، والمعدات دي بتيجي من طريقتين، يا اما من عن طريق دعم الدوله يا اما من عن طريق سبونسرز. المراكب غاليه شويه، فبنحتاج ان احنا، وبعدين كل كذا سنه لازم تجيب طقم مراكب جديد، فبنحتاج
كل 3-4 سنين يكون عندنا مراكب ومجاديف. فدي اول حاجه هنبقى محتاجين دعم شويه. ثاني حاجه طبعا بنبقى محتاجين تغذيه كويسه ومكملات كويسه باشراف طبعا الدكتور المتخصص اللي معانا. دي مصاريف اساسيه انا شايف ان مفيش اي بلد تقدر تستغنى عنها. نيجي بقى لحته الاحتكاك الدولي والمعسكرات، دي بتفرق جدا جدا في الاداء بتاعنا، لان احنا بنتمرن في نيل، النيل فيه تيار بره السباقات بتبقى تجديف الكلاسيك بيبقى في بحيره ميه واقفه، يا اما تجديف الشواطئ بيبقى في البحر، فحاجتين بعاد جدا عن النيل. فبنحاول قد ما نقدر ان احنا نطلع معسكرات بحيث ان احنا نقدف الميه شبيهه للي احنا بنقدف فيها في السباقات، وبرضه احتكاكنا مع الدول بره وبنشوف الدول بتعمل ايه وكده، بيساعدنا برضه ان احنا يبقى ازمنتنا اسرع وفورمتنا احسن. فطبعا المعسكرات طبعا حاجه مهمه جدا طوال السنه ان احنا نعملها.